اولا مرحبا بكم في هذه الايام المفتوحه، وللاداره العامه للامن الوطني كتسعى من خلالها من التقرب والانفتاح على المواطنين وعلى الاجانب المقيمين بالمغرب. هذا الرواق تشكل نسخه عن المصلحه الخاصه بدراسه وانجاز بطائق الاقامه بالنسبه للاجانب الراغبين في اقامه بشكل مستمر بالتراب الوطني المغربي. كيف كنعرفوا جميع اي اجنبي يرغب في الاقامه بالتراب الوطني المغربي هو مطالب بالحصول على بطاقه تخول له هذه الاقامه، وبالتالي فكل اجنبي يرغب لابد من انجاز ملف يتضمن جميع الوثائق المتطلبه لانجاز بطاقه الاقامه الخاصه به. بالنسبه لهذه الوثائق هذه فهي تتكون من مجموعه من الوثائق الثبوتيه للغرض من هذه الاقامه. فبخصوص هذا الغرض فهو يتنوع من غرض للاقامه للحصول على رخصه من اجل مزاوله شغل ما او القيام باستثمار عبر خلق شركه او الدراسه او الخضوع لعلاج طويل الامد او العمل في مؤسسه من المؤسسات داخل التراب الوطني او حتى الاقامه كلاجئ. طبعا من بعد ما كيتحوز على بطاقه لاجئ من المفوضيه الساميه للاجئين بالرباط. وبخصوص ارشاد المواطنين المغاربه والاجانب كذلك عن طريقه اشتغال هذه المصلحه على الصعيد الوطني، هنا موظفين من مختلف المصالح الخاصه بالاقامه، كما تم انجاز يقومون بارشاد وتنوير المواطنين والاجانب بخصوص الطريقه الواجب اتباعها للحصول على سند الاقامه، وكذلك طبيعه الوثائق الواجب ادلاء بها والمدد اللازمه لانجاز هذه الوثيقه وطريقه انجازها، كما يقدمون شروحات تخص البرنامج الالكتروني او التطبيق الالكتروني الذي يتم استغلاله لهذه المهمه، كما تم انجاز تسجيل فيديو يشرح مختلف المراحل التي يمر منها انجاز بطاقه الاقامه، وتم اعتماد احصائيات تبين عدد الاجانب المقيمين في المغرب وتوزيعهم حسب الجنسيات المختلفه لهم، كما تم اعتماد كذلك احصائيات تبين الاجانب المنحدرين من جنوب الصحراء الذين استفادوا من عمليه التسويه الاستثنائيه التي تم تدريبها خلال سنتي 2014 و2017. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.